طول ما انت بتطبخي ذكر ربنا على لسانك. انا تيتا كانت معلماني، صح، بصي كل ملوخيه بتقطفيها لو قلتي معاها اسم ربنا صح، او الحاجات دي بتعمل بركه مش قادره اقول لك بقى يا نور ازاي في الاكل. بتاكلي اللي بياكل من ايدك يحس ان الاكل مسكر صح، بجد والله. وعارفه اللقمه اللي تقولي مثلا مش هتكفي نفرين هتلاقيها تكفي 10، بركه يعني غريبه. فانا دايما يعني انا يمكن البيج اللي انا عاملاها دي عاملاها مخصوص عشان عايزه اوصل ده لكل البنات، بالذات البنات لكل ست. الصغننين، بالذات الاجيال الصغيره اللي هي ايه مش فاهمين ده يعني. لا افهموا ده واعرفوه حسوه حبوه هتلاقوا الدنيا جميله قوي. ويمكن كمان مع انتشار الـ بقى فكره الدليفري والتيك اواي بقوا يستسهلوا. ومش بس كده، لا وبرده ستات جميله تلاقيهم عاملين مشروع تعمل اكل بيتي فممكن برده بعض بتسهل. البنات والستات بتعتمد على ده. بس هو في ناس مش شاطره في الاكل، حاولت يا عيني هي مش وفشلت. شطاره يا نور، هو فعلا شغف. بصي ونفس، ما هو برده في نفس وحب برده في والله. الموضوع. لا هو شغف وحب، وبعدين برضو حب للاشخاص اللي انت بتقدمي لهم الاكل كمان. لما ده بيكون موجود، عارفه في بنات كتيره جدا يعني مش يعني هي اصلا مش حابه الشخص او الشخص اللي هي مشاركاه الحياه مش مديها الطاقه الحلوه ولا التشجيع الحلو، طب هي تعمل له ليه؟ صحيح، فاهماني؟ والله صح، هو كله هي المنظومه كلها حب في حب، صح، حب اللي بتعمليه وحب اللي بتقدميه وهتلاقي الدنيا جميله قوي. صح، اكيد. نرجع تاني بقى للاكلات اللي ينفع نخزنها علشان تبقى سهله، خاصه على الستات اللي بتشتغل بتنزل في رمضان وفي الصيام، بترجع بتبقى عايزه يا حاجه دوب على سريع. وفي نفس الوقت تبقى طازه للولاد هقول لك حاجه، وامان يعني. هقول لك حاجه، في افكار لطيفه قوي ممكن نعملها، مثلا زي الشعريه ولسان العصفور. ايه المانع ان احنا نحطهم في الاير فراير من غير اي مواد دهنيه خالص؟ من غير نحطهم ولا في الاير زيت، فراير او في رشة الفرن. الزيت دي حتى؟ بصي انا بعملهم من غير رشه الزيت حتى، وليه ليه من غير رشه الزيت؟ عشان رشه الزيت دي ممكن لو انت خزنتيهم بره الثلاجه الزيت شويه بيغير، بيعمل ريحه مش مستحبه، بيكمكم شويه. لكن انت لو حطيتيهم في الاير فراير من غير اي حاجه، وبعدين انا بحب قوي الرز مثلا بالذات حته السمنه البلدي على وشه، يعني انت بعد ما بتخلصيه خلاص واستوى ده بيدي بقى بيخلي بيعزز النكهه اضعاف ما انت بتحمري في فاحنا لو عملنا الشعريه مثلا ولسان العصفور عملناهم بالطريقه دي حلو قوي. لو عملنا تحطهم بقى في الاير فراير؟ ماشي. تحطيهم في الاير فراير، وبعد كده تحطيهم في البرطمانه بتاعتك لما يبردوا، وما تغطيهمش غير لما يبردوا عشان البخار ما ينزلش عليهم يبوظ لك التخزين بتاعهم. ويبقوا جاهزين. انت يا دوب هتعملي الرز ازاي؟ هتحطي الشعريه وهتحطي شويه الرز وخلصنا على كده. في حاجات تانية كتير ممكن نعملها زي البصل والثوم. ما ينفعش ابدا ان انا كل شويه رايحه بجري على فص ثوم واروح اول المطبخ وارجع اخر المطبخ والف حوالين واقشر نفسي. البصل واجري على المفرمه ومش عارف ايه. ايوه انا بعمل حاجه ظريفه، هي ممكن تكون مش اصح حاجه يعني، هي حاجه بس هي حلوه في الازمات. يعني انا في الطبيعي بطبخ عادي، افرضي بقى عندي عزومه جايه من الشغل مستعجله، بنعمل ايه؟ بنفرم البصل في الكبه عن طريق النبضات. تمام؟ يعني ايه نبضات؟ يعني بشغل وافصل. اللي هي ضربه واقفل، ضربه برافو واقفل. عليكي، لو شغلتي كتير قوي قوي كده هيتعصر معاكي، هيبقى عصير. فانا مش عايزه ده، انا عايزاه محتفظ بنفسه. باخده بحط عليه شويه ملح وفلفل اسود، بعصره ما بين ايدي كده، باخد الميه بتاعته دي بحطها في حاجه زي الكيوبس مثلا بتاعت التلج. مكعبات التلج. ليه بقى؟ عايزه اقول لك ان مكعب البصل ده بالنسبه لك لو انت مستعجله وعايزه تتبلي حاجه ده كانك لقيتي كنز لقيه. يعني بتاخديه، مجرد انت بتاخديه بتحطيه على الفراخ وخلاص خلصنا خدت هتتبل. النكهة. وغير انها خدت النكهه بقى كمان العصير البصل هيتشرب يعني هينزل في الانسجه زياده اسرع كتير، صح، وهيديكي طعم لا يقارن. هاخد بقى البصل نفسه، التفل البصل نفسه، وهحطه في كيس وهقسمه برده كده بحاجه مثلا مكعبات صغيره على قد الايه؟ على قد الاكله. طيب انا دلوقتي البصل لو انا حطيته ني كده ريحته برده مش هتبقى حلوه قوي، نعمل ايه؟ نديله تشويحه خفيفه جدا يا دوب بحته سمنه او حته زيت على النار، وبعدين نستناه يبرد ونخزنه في الاكياس ونحطه في الفريزر. حلو. ده بينجز معانا وقت انت مش متخيله. غير الصلصه كمان، انا بتكلم ده للست اللي مستعجله. صح. لكن انا عايزه برضو البيز بتاع كل اكل، عندك بصل، عندك ثوم، برافو عندك عليكي، صلصه، هي عندك شويه بتدخل شوربه. من الشغل يا نور بتركب، تحط ده على ده على ده، خلصنا خلصت الطبخه، الاكل. السلام عليكم.